اهلا بيكم في فيديو جديد في قناة كيمستري وورلد. النهاردة في الفيديو ده هنتكلم عن المواقع اللي هي تقدر تجيب منها نتيجة الثانوية العامة. اول موقع معانا هو موقع الفجر، بتقدر تجيبها برقم الجلوس واسم الطالب، بيعرض لك على طول عرض النتيجة. الموقع التاني هو موقع المصري اليوم، برضو بتقدر تعرفها باسم الطالب ورقم الجلوس. الوطن ده الموقع التالت، هتسجل اسمك رباعي هنا ورقم الجلوس وتختار المحافظة ثم الشعبة وتكتب البريد الإلكتروني بتاعك ورقم التليفون وتدوس سجل الآن. الموقع هيبعتها لك على طول مباشرة أول ما النتيجة تطلع خلال الساعات القادمة إن شاء الله، وتكونوا كلكم مبسوطين. اليوم السابع ده الموقع الرابع اللي تقدر تسجل عليه البيانات بتاعتك، وبرضو تقدر تعرف من خلاله النتيجة. وفي كمان خامس موقع هو موقع الدستور، برضو بيقدم لك خدمة تسجيل البيانات ويبعت لك النتيجة فور إعلانها مباشرة من خلال الاسم ورقم الجلوس والبريد الإلكتروني ورقم التليفون. مع أمنياتنا بالنجاح للجميع، وإن شاء الله كلكم تخشوا الكليات اللي نفسكم فيها.